أهلا بكم مشاهدينا في فقرتنا اليومية أبديت، والتي نطل عليكم من خلالها لنتعرف على أحدث الابتكارات التكنولوجية والحلول التقنية، خاصة في زمن كورونا الذي سرعت فيه شركات التكنولوجيا من ابتكاراتها للمساعدة في عملية التواصل بين الناس. ونبدأ بالعناوين. أبل تطلق ماك بوك برو الجديد مع لوحة مفاتيح معدلة. وبعصر كورونا أبل تعلن عن مؤتمرها السنوي الذي سيعقد افتراضياً لأول مرة وبحضور 23 مليون مطور. مايكروسوفت تعرض مكافأة كبيرة لمن يخترق أحد أنظمتها. اكتشاف ثقب أسود قريب من الأرض أكبر من الشمس بأربع مرات. أهلا بكم. أطلقت شركة أبل نسخة محدثة من حاسوبها المحمول ماك بوك برو بقياس 13 بوصة مع لوحة المفاتيح المعدلة المسمى ماجيك، لتنهي الشركة العمل بلوحة مفاتيح الفراشة التي تعرضت للكثير من الانتقاد بسبب بعض الخلل فيها. لنتابع. أطلقت شركة أبل نسخة محدثة من حاسوبها المحمول ماك بوك برو بقياس 13 بوصة مع لوحة المفاتيح المعدلة ماجيك. وبإطلاق ماك بوك برو الجديد، يبدو أن أبل أوقفت بشكل كامل لوحة المفاتيح الآلية المثيرة للجدل الفراشة، والتي ظهرت أول مرة عام 2015 على جهاز ماك بوك مقاس 12 بوصة، وساعد تصميمها الأنيق في تحقيق مظهر عام أرقى لحواسيب الشركة المحمولة. لكن العديد من المستهلكين والمراجعين أبلغوا عن مشكلات في لوحة مفاتيح الفراشة، كأن تقوم بعض المفاتيح بالطباعة مرتين عند النقر عليها أو أن لا تعمل على الإطلاق. وبخلاف لوحة المفاتيح، يعمل الحاسوب المحمول الجديد بمعالجات انتل، وهناك نوعان من المعالجات يمكن شراؤهما من هذا الحاسوب. فالنسخة الأساسية تعمل بمعالجات انتل من الجيل الثامن رباعية النواة، في حين يمكن للمستخدم الترقية إلى معالجات الجيل العاشر. ويأتي الجهاز الجديد مزودا بضعفي سعة التخزين التي كانت متوفرة في الجيل السابق، بحيث تبدأ بشكل أساسي ب 256 جيجا بايت، مع خيار رفعها إلى 1 تيرا بايت. كما أن الشركة توفر للمحترفين الذين يتطلب عملهم سعة تخزين أكبر خيار الحصول على ماك بوك برو بسعة تخزين تصل إلى 4 تيرا بايت. الجهاز الجديد يتمتع ب 16 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائية بالنسبة للنسخة الأساسية منه، مع خيار نسخة أعلى تضم 32 جيجا بايت من الذاكرة. وقالت شركة أبل إن ماك بوك برو الجديد سيطرح بسعر يبدأ ب 1300 دولار تقريبا، وسيكون متاحا في المتاجر في وقت لاحق من هذا الشهر. ونبقى في شركة أبل التي تستعد لاستضافة نحو 23 مليون مطور لتطبيقات الأجهزة، حيث أعلنت عن مؤتمرها السنوي للمطورين افتراضياً بداية من 22 من حزيران المقبل، من خلال تطبيق مخصص للمشاركة في هذا الحدث السنوي الذي يأتي اليوم في ظل جائحة كورونا. رغم جائحة كورونا، تستعد شركة أبل لاستضافة نحو 3 ملايين مطور لتطبيقات الأجهزة في مؤتمرها السنوي للمطورين، والذي سيعقد هذه المرة افتراضياً بداية من حزيران المقبل، من خلال تطبيق مخصص للمشاركة في هذا الحدث الذي يعد أحد أهم الأحداث التكنولوجية الكبرى التي تنظمها عملاقة التكنولوجيا الأمريكية. وقالت الشركة إن نسخة 2020 من مؤتمر المطورين ستكون مجانية للجميع طيلة فترة المؤتمر المقررة لأسبوع كامل، حيث سيكون بإمكان الجميع إلقاء نظرة عن كثب على آخر تحديثات برامج أبل الرئيسية لأجهزة آيفون وآيباد وأجهزة كمبيوتر ماك، بالإضافة إلى ساعات أبل ووتش، فيما توقع محللون أن يشهد المؤتمر المرتقب
الإعلان عن العديد من التحديثات والتطورات الجديدة بالنسبة لهواتف آيفون، كعرض تصميم جديد للشاشة وعرض قائمة لجميع التطبيقات المثبتة وتعدد المهام المستوحى من أجهزة آيباد. إصرار أبل على عقد مؤتمرها وإن كان افتراضياً يشكل تحدياً للشركة التي لم تخضع لرحمة جائحة فيروس كورونا الذي تسبب بإلغاء مؤتمرات عمالقة التكنولوجيا مثل فيسبوك وجوجل لهذا العام. إلى شركة مايكروسوفت التي رصدت مكافأة بقيمة $100,000 أمريكي لمن يخترق أحد أنظمتها، ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه الشركة لتطوير أنظمتها التي تواكب العصر وتتجاوز كل الثغرات. فلنتابع. تسعى شركات التكنولوجيا عالمياً إلى الوصول لآخر الاختراعات التقنية من خلال إنتاج أنظمة وأجهزة متطورة ومواكبة للعصر. آخر هذه الشركات كانت عملاقة البرمجيات مايكروسوفت، والتي أدلت بدلوها وعرضت مكافأة مالية قدرها $100,000 أمريكي لمن يستطيع اختراق أمان النسخة المخصصة التابعة لها من نظام تشغيل لينوكس أو إس، في مبادرة تدعى برنامج مكافآت الثغرات، والتي تعد جزءا من تحدي بحثي مدته 3 أشهر. وكانت مايكروسوفت قد بنت إصدارا مضغوطا ومخصصا من نظام لينوكس العام الماضي لنظام التشغيل أجور سفير، الذي صمم للعمل مع الرقائق الإلكترونية المخصصة لمنصة إنترنت الأشياء IoT التابعة لها، وليضمن تشغيل الخدمات والتطبيقات الأساسية بصورة منفصلة في وضع الحماية لأغراض أمنية. صمم النظام خصيصا للنظام الأساسي للمنصة، وتعرض هذه المكافأة رغبة من مايكروسوفت وتشجيعا لاختبار أمان نظام أجور سفير أو إس، والتي أعلنت عنه في مؤتمر المطورين بيلد في العام الماضي، والذي لا يزال جديدا نسبيا، حيث إنها ستدفع مبلغ $100,000 أمريكي في حالة اختراق النظام الفرعي للأمان بلوتون أو وضع الحماية سيكيور وورد. أعلن علماء المرصد الأوروبي الجنوبي للأبحاث الفلكية اكتشافهم لثقب أسود جديد هو الأقرب إلى الأرض، ويمكن رؤيته بالعين المجردة، إذ أن حجمه أكبر بأربعة أضعاف من حجم الشمس. يأتي هذا الاكتشاف بعد مضي عام على أول صورة التقطت لثقب أسود في الفضاء. لنتابع. اكتشف علماء فلك في المرصد الأوروبي الجنوبي ثقباً أسود جديداً هو الأقرب إلى الأرض من بين الثقوب السوداء المكتشفة في السابق. وبحسب دراسة نشرها المرصد، فإن هذا الثقب يقع في نظام نجمي مرئي بالعين المجردة. علماء المرصد الأوروبي الجنوبي أعلنوا عن ماهية هذا الثقب النجمي الذي حصل بسبب انهيار نجم ضخم داخلياً ويوازي حجمه 4 مرات حجم الشمس، ويقع في موقع خفي في النظام النجمي HR 6819. وعلى عكس الثقوب السوداء الهائلة، فهذا الثقب صامت لا يمتص المواد. أما عن HR 6819 فهو نظام نجمي ثنائي يتضمن مجموعة متنوعة من نجوم أضخم وأكثر توهجاً من الشمس، وباستخدام أداة تتيح قياس السرعة الشعاعية لجسم ما والمسمى بمرسام الطيف فيروس الموجود في مرصد لاسيا في تشيلي. لاحظ علماء الفلك أن إحدى النجمتين كانت تتحرك بسرعة أكبر من الثانية وتنتقل بطريقة غير اعتيادية حول جسم غير مرئي مرة كل 40 يوماً. وبعد دراسة هذا المسار تمكنوا من رصد وجود ثقب أسود واحتساب حجم كتلته. وبحسب الدراسة الصادرة عن المرصد الأوروبي الجنوبي، فإن علماء الفلك رصدوا حتى اليوم حوالي 25 ثقباً أسود في مجرتنا التي تضم في وسطها ثقباً أسود هائلاً. نشير هنا إلى أن أول مرة التقطت فيها صورة لثقب أسود كانت في أبريل نيسان عام 2019. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام فقرة أبديت لهذا اليوم، نذكركم بما جاء فيها. أبل تطلق ماك بوك برو الجديد مع لوحة مفاتيح. وبعصر كورونا أبل تعلن عن مؤتمرها السنوي الذي سيعقد افتراضياً
لأول مرة وبحضور 23 مليون مطور. مايكروسوفت تعرض مكافأة كبيرة لمن يخترق أحد أنظمتها. اكتشاف ثقب أسود قريب من الأرض أكبر من الشمس بأربع مرات. للمزيد من الأخبار دائما تابعونا على منصاتنا للتواصل الاجتماعي. لقاؤنا يتجدد معكم غدا بأمان الله.